سؤال غبي لما الواحد يقول هل اللهجات الخليجية إيرانية؟ إيران دولة مو لغة. هذا أول شيء. لهذا السبب السؤال غبي، لأن لا توجد لغة بالدنيا اسمها الإيرانية. دولة إيران الآسيوية مثل الهند جارتها وأفغانستان، فيها كوكتيل لغات، في أكثر من 60 لغة، وفي لغات غير محددة، ما لها مدرسة، ما لها نظام كتابة، لغات محكية، نفس سالفة اللغة النوبية مثلا اللي هي تنطق ولا تكتب. ولكن اللغات اللي بإيران وتكتب كذلك كثيرين جدا، مثل أنواع لغات الكردية. الناس يحسبون اللغة الكردية واحدة، لا، في أنواع لغات الكردية، الكرمانجية والسورانية وغيرها، ومتوزعين على العراق، على تركيا، على سوريا، وبإيران هم أنواع من اللغات الكردية. في اللور كذلك تروح للغات ثانية مثل البلوشي اللي هي البلوشية، كذلك التركية والتركمانية، كذلك الآرامية، وكذلك الأذرية والأوزبكية، وكذلك للجانب المقابل للوطن العربي هذا داخل إيران ناطق العربية، ينطقون العربية. إذن إيران كتابة ونطقا فيها لغات كثيرة اللي من ضمنها الفارسية. فلما تقول مثلا لهجات الخليج فارسية، هم هذا سؤال غبي جدا، لأن اللهجة هي تحور من اللغة. أرض عربية وعرب ويتكلمون عربي، شلون فجأة إلا تقول لهجتهم إنجليزية؟ لا، مو إنجليزية، فيها كلمات إنجليزية إيه، بس لما يجون يستخدمون كلمة إنجليزية شو يسوون فيها؟ يقننون عليها القوانين العربية. مثلا لما كنا ندرس أدب إنجليزي بالجامعة، كان بعض الطلاب ما يقولون راح ندرس chapters اللي هو جمع للشابتر، يقول راح ندرس الشباتر، وظف لها أداة جمع عربية. لقينا كلمات فارسية عربت، صرنا نستخدمها بالاستخدام العربي، اللي هي كلمة لطيفة مثل بوسة. بوسة ليست عربية، هذه فارسية بوسة. وممكن تكون كردو فارسية، بمعنى أنها مدموجة ما بين الكردية والفارسية آرية. الزبدة مهي عربية، بس ايش سوينا فيها؟ كل الوظائف العربية وظفناها فيها رغم أنها عجمية، فقمنا نقول بوستين. فهمتوا يعني شنو بوستين؟ يعني قبلتين. بوسات، فهمتوا يعني شنو بوسات؟ بوسات يعني جمع قبل. فهمتوا كذلك مثل كلمة باس ويبوس ويبوسون. كل الأفعال، كل الوظائف لاستخدام كلمة بوسة الفارسية، خلاص فهمنا، خلاص فهمنا، عرفنا، استوعبناها. فإذا لما تكون عندنا كلمة فارسية مثل، وهذه فارسية فارسية مو فارسية كردية الثانية اللي الحين بقولها، اللي هي جوزار. جوزار يعني يعبر. فصرنا نقول والله هالربع مجزرة، ولا هذا قاعد يجزرها على فلان، ولا خذاه تجزورة، ولا يجزر فيه، ولا واحد يزعل على الثاني يقول تجزر فيني. شنو معناته؟ إذا قلنا هذا والله فلان طول الرحلة كان ساكت وهو بالطيارة ولعب لعبة بالتليفون، العادة هو ما يلعبها مثلا ببجي، والله طول الرحلة كان قاعد يلعب ببجي بس،
طول الرحلة والله كان بس يلعب ببجي بس ما يسوي شيء. خلصوا الحين من الرحلة سألوا فلان قالوا له شنو كنت تسوي بالتليفون؟ قال والله أنا طول هالرحلة قزرتها ببجي، قزرتها على الببجي أو قزرتها بالببجي. كلمة جزر يعني عبر، فصرنا نستخدم كلمة إن واحد ضيع وقته بشيء خلى الوقت يعبر، عبر الزمان. ها هو زهقان قاعد عند طبيب وينطر موعده، قام لهب تليفونه ولا سولف فيه واحد، طفى التليفون عشان يقول قزرتها على ابو فلان مثلا. طبعا مو حلوه بس شبابيه وضحك وغشبره. المهم ف انه يعني مشى الوقت في ابو فلان. لما تجي للغه الفارسيه يصير تقول قزرتها عليه، لا 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 هذا توظيف ليس فارسي نهائيا. يصير تقول والله هالربع مقزرة، لا هذه أداة ليست فارسية بتاتا. إذا لما أنت تستخدم كلمة مهي من لغتك ولكن توظفها بقوانين لغتك، لا تزال لهجتك هي لهجة من لغتك أنت يا العربي، لهجة عربية. بعدين لما تشوف لهجتك وتستغرب كلمة تقول كباب، لقيت كباب بإيران خلاص أوتوماتيكيا هي كلمة إيرانية فارسية فقط لا غير. أصبر أصبر أصبر، لحظة لحظة في شبه الجزيرة العربية ما في بس اللغة العربية، ثمودية، سبائية، سومرية، أكادية، أرامية، سريانية، في لغات كثيرة، في مهرية بتقول يتشاركون الجذور، إيه بس لغات مختلفة، في لغات منهم ماتوا قدم وفي لغات لا موجودين لغاية هذا اليوم. فخيالنا أن شبه الجزيرة العربية فيها فقط اللغة العربية فقط لا غير، لا هم هي فيها لغات قديمة، فيها كلدانية. الناس ينسون أن العراق جزء من شبه الجزيرة العربية، ينسون هذا الشيء، ينسون أن الأردن اللي فيها لغات أثرية قديمة أصيلة سامية نطقوا بها أنبياء مثل الأرامية. عيسى عليه السلام لما كلم بني إسرائيل ما كلمهم عبري، كلمهم أرامي. العبرية هي فرع من الأرامية وما لها أي أحقية العبرية، انها تقول انها هي ام اللغات تخسي. نفس لما واحد يقول اصل اسم نانسي هو اني ويحتمل انه عبري، لا 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 ليش ليش قطيته على العبري ليه؟ فهذا كسل ثقافي. احنا لما نستغرب اي كلمه نقول هذه يا فارسيه يا عبريه، واحده من الثنتين. لا ليس بالضروره هذا، لان ايران اللغة الرسمية الأساسية تقدر تقول اللي فيها فارسية، فصار مخنا يقول يلا الشرق الأوسط ما فيه إلا أربعة، عبري تركي عربي فارسي، وهذا جهل كبير، هذا جهل كبير. لا فمثلا نرد على الكباب، كباب من الأكادية كبو، كبو يعني الاحتراق، وكبابو يعني تعريض شيء للنار، الأو في النهاية هذه أكادية دائما تزال، فصارت كباب بس بدون كبابو، راحت الأو الصوت الأخير هذا الأكادي الشهير صارت كباب. إذن كباب كلمة أكادية بحتة. أنت تقول والله أنا لم أجد كلمة الكباب باللغة العربية الفصحى، فخلاص أوتوماتيكيا فارسية، لأن والله لقينا كباب ينباع في إيران خلاص انتهى الموضوع. اصبر 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 اصبر، شوف كذلك حضارات ثانية. الأكادية يوم كانت موجودة الفارسية ما كانت موجودة، كانت البهلفي موجودة، بهلفي موجودة، هذه مو زبوني فارسي، هذه بهلفي. زبوني فارسي يعني اللغة الفارسية ولدت بعد البهلفي اللي هي البهلوية، والتي
تحور تسميتها إلى فهلوي. فالمصري لما يستغرب كلامي تقول بلا، يقول لك بلاش فهلوة. شنو فهلوة؟ يعني لا تكلمني بلغة غريبة إحنا العرب ما نفهمها، فيقول لك بلاش فهلوة، يعني لا تكلمني بلغة الفهلوة اللي إحنا ما نعرفها. هذا الاسم القديم للفارسية اللي عقبها يوم تغيرت كلماتها، تغيرت قوانينها، تغيرت، تكسرت، تدمرت، جت الفارسية. الأكادية أقدم من البهلوي، أقدم منها الأكادية. فالأكادية نفسها عندها كبابو، وهذه الأكلة نفسها اللي هي الصياخ تعرضها للنار، وكأنك أنت تنوي أن اللحم كله يحترق، يحترق مرة واحدة. أنت شنو قاعد تسوي فيه بالأكادية؟ تبو، إحراق. كبابو يصلى على النار، يصطلي على النار كبابو. فتقول والله قوطي غريبة، خلاص أوتوماتيكيا هي للغة الفارسية فقط لا غير. لحظة لحظة، طلع على الفارسية خلاص ما لقيت كلمة قوطي نهائيا. طيب عقب ما بحثت بالفارسية، ايش رايك تبحث بالعربية؟ هم ما لقيت. تبحث بالأكادية ما لقيت. سومرية ما لقيت. سريانية ما لقيت. آرامية ما لقيت. تركية، تركمانية، اللغات الكردية ما لقيت. قوطي، قوطي هذه يونانية. أوه يونانية، يعني اتضح أن كوكب الأرض ما فيه بس شرق، اتضح أن كوكب الأرض فيه اتجاه الغرب كذلك. فإحنا ليه نقفل نقول والله إذا استغربنا أي كلمة بلهجتنا خلاص أوتوماتيكيا هي فارسية فقط لا غير؟ لحظة، مثل ما الله سبحانه وتعالى خلق اتجاه الشرق، كذلك الله سبحانه وتعالى خلق لنا اتجاه الغرب اللي فيه قريب لنا، قريب للفريقيين، قريب إلى صوب لبنان، ومن هذا المسار يوصل لنا اليونانية. كوتي يعني عبوة، كوتي بيبسي أو بيبسي هو قوطي البيبسي، كوتي. كعادة العرب التاء يخلونها طاء، واشنطن نطقها على راسها، واشنطن، طوكيو بالتاء هم نطقها نقول طوكيو، طوكيو بالطاء. فكوتي هم طقيناها قلنا لا كوتي تي، لا لا قوطي، ها ثقلناها شوية عززناها قوطي. فقوطي قوطي هي كوتي، صارت قوطي. وأداة الجمع في اليونانية أنك إياه آخر شيء، فكوتية هي أنها مجموعة من العبوات. هذا النطق بقى بالعراق، وصاروا يخلون العبوة الواحدة يقولون قوطية. هذه أداة جمع يونانية، ولكن بالعراق لجيت تقول قوطية، شنو يفهم العراقي لما تقول قوطية؟ يعني عبوة واحدة، وحيدة، ولكن باليونان كوتية يعني مجموعة من العبوات. احنا بالكويت وكذلك في دول كثيرة خليجية غير الكويت قوطي يعني عبوة، الأصل يوناني ما الشغل بالفارسية. مثلا تسمع في اللهجة الكويتية تقول والله أنا مالي مقاقة لهالموضوع، ها مقاقة غريبة وفيها صوت قا، خلاص أوتوماتيكيا هي للغة الفارسية فقط لغير. لحظة لحظة، طل في لسان العرب مققة. مثلا واحد مسك عظمة وفيها مخ وتعرش واستخرج العظمة اللي فيها، مزمزها، شو نقول؟ مقق العظم. فإحنا كتعبير مجازي نقول هذا له مقاقع على البورصة، إنه بيقرأ كل مقالاتها وكتبها ومجلداتها وبيسمع كل المقابلات عنها ويحضر محاضرات. شو نقول؟ نقول أوه هذا يعني له مقاقع للبورصة أو على البورصة، مقاقع يعني شنو؟ يعني له طول نفس في هذا الشيء. هذا تعبير مجازي من أصل كلمة عربية بحتة. لا شفنا ثلاثة سيارة خربانة نقول طه القرنبع، تقول قرنبع كلمة غريبة ما لقيناها بالقرآن الكريم ولا في الأحاديث النبوية الشريفة، خلاص أوتوماتيكيا هي كلمة فارسية فقط لغير. لحظة لحظة، في كلمات جاهلية قديمة كثيرة
ليست دينية مثل القهوة والتي أصلا كانت النبيذ، ليست موجودة لا بالقرآن الكريم ولا في الحديث النبوي. كذلك يكون حتى الشعر يكون مصدر للغة العربية، وكذلك في كلمات موجودة في المعاجم القديمة مثل هذه قرنبع. قرنبع هذه شنو؟ احنا في الكويت لو شفنا سيارة خربانة متهالكة قديمة نقول عنها قرنبع، مركبة آلم عطلانة تلفانة نقول قهل قرنبع. هي من إقرنبع. شنو يعني إقرنبع يا لسان العرب؟ يعني واحد مضوي تعبان بردان يضم نفسه وينجف وتعبان ومن هد حيله مضوي تحس انه بيموت، إقرنبع الرجل. هذا في اللغة العربية. فأصبح كذلك تعبير مجازي لسيارة خربانة قديمة كحيانة. هي مو مريضة عشان نقول عنها كحيانة، بس لاحظ استخدمت تعبير طبي لوصف انها متهالكة او ان فيها بلع مقرودة، السيارة خربانة وعطالها واجد وهذا، فصرت اقول كحيانة، هذا وصف طبي. كذلك اقرنبعة هذا وصف لحال انسان، ولكن خلاص الناس فهموا القصد، القصد انها تشنها كأنها انسان متهالك. نجي على الحروف. قاقة قالوا قلنا وقبيلة وقمر، هذه اسمها القاف التميمية، القاف البدوية، القاف العامية. قاف السكت. حرف القاف الفصيح هو من حروف الإظهار. قالوا وقلنا وقبيلة وقمر، ها الحرف ظاهر وهو من حروف الإظهار. ولكن القاف التميمية العامية البدوية هذه هي قه، تنطق قه، هذه توصف بأنها إخفاء سكت، لأن مخرجها قريب للكاف أكثر من القاء، القاء القاء العادية الفصحى. فجرب قول ك ق ك ق ك ق، تحس برقبتك مكانها قريب، بس جرب قول ك وق تحس المكان اختلف. بس جرب تقول الحين ق ق ق ق، قول ق ق ثلاث مرات وراها ك ق ق ق ك، شوف تحس انك انت ما غيرت المكان حيل. بس اذا قلت القاف الفصيحه ق، هذه القاف الفصيحه هي الموجودة في القرآن الكريم وفي التلاوات وفي الأحاديث النبوية، وهي القاف الرسمية، قاف الخطابات الجادة، الشعر الجاد بالمعنى الرسمي. أنا أقصد مو معناته أن الغير فصيح ليس جادا، لا مو هذا قصدي. فهذه القاف التميمية معروفة وقديمة، وهي موجودة في مختلف الساميات، ليست هي ظاهرة فارسية لأنها كردية، تركية، تركمانية، إنجليزية. حرف القاء ليس فارسي فقط لغير، وقاء صوت القاء موجود في مختلف الدول العربية البعيدة عن بلاد فارس، موجودة حتى في الإسبانية. يعني الحين تقول لي بلاد فارس هي اللي علمت الإسبان صوت قاء؟ عندهم قبل يبدأ الدين المسيحي من قبائل الواندال، قا 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 صوت. فهذا الصوت كذلك موجود في شبه الجزيرة العربية، وموجود حتى في أقصى جنوبه وأقصى شماله. فصوت القاع هو لا يعني بأن اللهجة أو اللهجات الخليجية هي فقط فارسية فقط لا غير، لا، اللهجات الخليجية لما يكون فيها صوت القاء فهذا صوت قديم تاريخي. نجي على صوت ثاني اللي هو موجود وين؟ بعمان، بالإمارات، بالشرقية، بالسعودية، بالبحرين، بالكويت، بالعراق، عند بدو الأردن، عند بدو سوريا، عند بدو فلسطين، وموجود حتى في شمال أفريقيا، اللي هو صوت نطق الكاف بالكشكشة، ظاهرة لهجوية عربية قديمة جدا. شن هي؟ قول الحين معي عزيزي المستمع حرف التاء، قول تاء تاء تاء، وراها قول شين، قول تاء وشين مع بعض يرحمك الله. فالتاء والشين
أليس الترجمة لملك المملكة المتحدة البريطانية الملك من المملكة وليس الجمهورية يا البي بي سي ناطقة بالعربية، من المملكة المتحدة البريطانية من اسم الملك البريطاني تشارلز؟ يعني كتبت تاوشين. أحيانا في ناس يعقدون السالفة ويخلونها بس بشين، لا، الأصوب أن تخليه تاوشين تشارلز. لاحظ ما تقول التاوشين تشارلز تشارلز. فلما تكبس الصوت هذا مرة واحدة التاوشين بدون تبطيء يصير تشارلز، تاوشين بدون تبطيء، لا تقول تا شارلز، لا لا، أنت تقول تشارلز طقة واحدة. فهذه هي الكشكشة. في غرب شبه الجزيرة العربية البعض وليس الكل، في جعل كاف المخاطب للأنثى والكاف العادية للكلمات العادية تاء وسين تسبدي تسذا بيتت أخبارت أحوالت تاء وسين. لو تبطئها حيل تحس في صوت ألف صغير 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 مايكروسكوبي في عشر نانو ثانية، عشر نانو ثانية، ألف صغير مدته عشر نانو ثانية. إتس هو نفسه لجيرانه اللي هم بالمنطقة الشرقية السعودية اللي هو تاوشي، ظاهرة لهجوية. إذا الكشكشة في من يخلطها بالشنشنة وهي الشين الصريحة الصافية ما فيها لا ألف لا تاء اللي هي أخبارش علومش أحوالش، هذه الشين صافية شنشنة. الكشكشة أنواع، من ضمن أنواعها الكاف تكون تاء وشين. ففي شرق شبه الجزيرة العربية تشبدي، في بعض غرب شبه الجزيرة العربية الكاف تكون تاء وسين فتصير تسبدي. فشرقا تشبدي، غربا تسبدي، ظواهر لهجوية عربية قديمة مذكورة في مختلف الكتب كما في سر صناعة العرب. وممكن تشوفون الكشكشة للدكتور محمد حسان الطيان الله يطول بعمره، دكتورنا بالجامعة. فهذه مسألة حرف الاتش الموجود في فلسطين، الموجود في الأردن بعيدين عن بلاد فارس، بعيدين بعيدين بعيدين، والموجودة في العراق وسوريا والكويت والبحرين والشرقية السعودية وقطر والإمارات وعمان، وكذلك خفيف جدا في شمال أفريقيا، خفيف جدا. واللي ما يعرف يعرف يقول لا ما في، مثل بدو ليبيا لسانهم خليجي جدا. ففي الختام لما تشوف كلمة غريبة في اللهجات الخليجية ضع أن من ضمن الاحتمالات الفارسية، من ضمن الاحتمالات، ولكن ممكن تكون بلوشية، ممكن تكون كردية، ممكن تكون أوزبكية، ممكن تكون ألطائية مثل كلمة استكانة، هذه ألطائية مو فارسية، هذه ألطائية. بتقول لا والله موجودة بإيران، موجودة موجودة ماشي موجودة بإيران بس مو فارسية، إيران بحد ذاتها فيها لغات غير الفارسية. ولما تستغرب حروف ليست موجودة في القرآن الكريم فهذا لأنه ليس كل ما نطقه العرب موجودا في القرآن الكريم. فالقرآن الكريم هو بلسان عربي مبين، إنما الظواهر اللهجوية موجودة في الجاهلية، موجودة في أيام بداية الإسلام، موجودة لغاية هذا الزمان. اللي من ضمنها ظاهرة موجودة عند
بعض القبائل العربية مثل شمر، البعض وليس الكل، مثل هاء السكت والتي موجودة في القرآن الكريم. يعني الحين كل الناس بينقون أن يفهمون أن بس موجودة عند شمر، وأن قصدي أن أصل اللغة العربية من شمر فقط لا غير، مو هذا قصدي. لا لا تخلقون دراما ما لها داعي. في ظاهرة من ظواهر اللغة العربية، أداة من أدوات اللغة العربية موزعة على مختلف القبائل الكثيرين، يكثرهم يكثرهم واجد، اللي من ضمنهم شمر. زين، شنو هي ظاهرة هاء السكت؟ لو أقول لك مالي مالي فلوسي أنا مالي، تفهمني مالي. طيب لو أقول لك هذا الكتاب كتابي كتابي أنا مالي يا الملكية، خلاص تفهم. طيب لو أنا أقول لك حسابي، يعني حسابي أنا. طيب في القرآن الكريم موجود مالية كتابية حسابية سلطانية، هذه هاء السكت. إملاء ونطقا موجودة، هذه هاء هي لتقوية النطق. هذه ظاهرة من ظواهر اللغة العربية الفصحى، والتي حفظ أو حافظ عليها بعض القبائل الكثيرة والمتعددة والمتنوعة والمختلفة، والتي من للتبعيض، من بعضها قبيلة شمر. عشان لا أحد ينقي إنه يفهم غلط، واللي ينقي إنه يفهم غلط أنا أخرب الجو عليه. حلو؟ حلوين. فتلقى في مختلف القبائل في كلمات ثمودية، في كلمات أكدية، يعني تلقاها شنو، هذه جنوبية، هذه قبيلة شمالية، هذه قبيلة في غرب شبه الجزيرة العربية، تلقى عندها كلمات أرامية. فضبطت اللغة العربية وقننت بالقرآن الكريم، ولكن قبل هذا التقنين كانت العربية تتغذى من مصادر مختلفة. هذه المصادر المختلفة أثرها موجود، مو بس مباني، كذلك آثار لسانية في مختلف اللهجات. فلما تشوف في فروقات وفي كوكتيل لغات وآثار وهذا، لا استغربت شيء، لا تعطيه على طول فارس، عطى فارس إذا صح ماله، إذا صح تبعه، ولكن مو كل شيء تبعهم. ولو كل شيء تبعهم، ولو كل كلامنا فارسي بفارسي، فرضي الله على سلمان الفارسي وأرضاه، ما في أي تناحة ولا جحاشة إننا قاعد نتزعل وعنصرية غبية، ولكن كل واقعية لا، لهجتنا عربية الأساس ومزخرفة ببعض الزخارف الفارسية والتركية واليونانية والإنجليزية والإيطالية والفرنسية وأي نشاط تجاري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.